أهلا بكم متابعينا إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. التحالف الإسلامي من العاصمة الرياض يتعهد بمحاربة الإرهاب حتى يختفي. القوات العراقية تمشط 8 قرى في قضائر وغرب الأنبار من تنظيم داعش. بوكو حرام المتطرفة تسيطر على مدينة فترة وجيزة شمال شرقي نيجيريا. الزلزال في غرب إيران أوقع 483 قتيلا بحسب حصيلة جديدة. الجزائر تقر ميزانية عام 2018 مع زيادة في الضرائب وارتفاع النفقات الاجتماعية. العراق يقرر بناء أنبوب جديد لنقل نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي. انتخابات في كوبا تمهد لتخلي راول كاسترو عن السلطة. الغواصة العسكرية الأرجنتينية سان خوان ما زالت مفقودة مع فريقها المكون من 44 شخصاً.